شاطر. السلام عليكم. بعد المرحلة إن شاء الله بعد ما تعود العصفور ياكل من الإيد، أحاول أكثر أخليه يتقرب على الإيد. مثلا قبل لا أنطي الأكل أقول له جيس إصبعي، المس إصبعي، نيمو، جيس. شاطر. يعني ربما واحد من الأخوة يسأل يقول ليش يعني تخليه، شنو الفائدة من هاي الطريقة؟ الفائدة من هاي الطريقة بالمستقبل عندما أخرجه من القفص يكون متآلف مع إيدي، ما يخاف من إيدي. فأقول له المس، جي سيدي، نيمو، نيمو، جيس. شاطر. بعد ما تعود ياكل من الإيد أنا وخرت عنه كل الطيور، نقلتهم للغرفة الثانية، خليته بروح علشان يركز وياي بالكلام وبالحركات. نيمو، جيس، جيس. شاطر. وهم أحاول أخليه يتبع إيدي، يعني ما أنطي مكان واحد، أحاول تعال نيمو، نيمو تعال، تعال نيمو، نيمو تعال، انزل حذر، نيمو تعال، نيمو. بعد خايف ما مستعد، نيمو، نيمو. 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 شاطر بطل. يتبع اليد، يتعود عليه، وإذا طلعته بالقفص في المستقبل إن شاء الله يتعود على هاي الطريقة. وين ما اروح نطيه. نيمو. شاطر بطل. ضروري يتعود على الإيد، ما يخاف منها، من نكسر حاجز الخوف إن شاء الله مستقبلا يصير جدا أليف. ومثل ما قلنا بالبداية لأن شوي عصفه كبير بالعمر 6 أشهر، مو سهل يتآلف، يحتاج صبر ووقت. خطأ إذا انطلع من القفص وبعد ما متعود، لأن راح يشتت واحتمال يعرض نفسه للخطر، يضرب بالحائط أو بزجاج الشباك. ما خليه يطلع من القفص لما يتعود، كل شيء آلف إيدي ويصير أليف إن شاء الله. نيمو، جيس. شاطر. نيمو تعال، تعال نيمو، نيمو. شاطر. الحمد لله يعني كان كلش وحشي، فلاحظت الأسبوع الفات أتعود من أحضر الكرسي وأخليه قرب القفص، رأسا يجي يعني موعد الأكل. نيمو. وإذا لاحظت من أمس لليوم، لاحظت أنا من أمد إصبعي يجي يجلس الإصبع، يعني وراها أكو أكل. ما خلي ما جوع كثير، يعني 3 ساعات 4 ساعات أكثر شيء. نيمو، نيمو تعال. شاطر بطل. تعال نيمو. شاطر. أنوع له بالأكل، دوار الشمس وباقي الأكل الطبيعي. والطيور حسب ألاحظ كل طير يختلف، يعني أكو طير يفضل دوار الشمس، وأكو الفلاس والدخن، وأكو يأكل حب البطيخ، أشكال حسب ذوقه يعني. نيمو، نيمو. جيس. شاطر. يعني لاحظت العصفور إذا يحاول أكثر
سوي علاقة مع صاحبه إلى حسب الأصابع يذوق أصابعه ويشوف يعني يجي مثل جيش النبض، أكو خطورة لا ما أكو خطورة. نيمو نيمو، طبعا هو مو كلش جوعان بس جاي يلعب، لأن أنا الأكل هاليوم ما أوخر عنه، بالليل أخلي الأكل يمه قبل لا يروحون الأولاد المدرسة أرفع الأكل، من يروح المدرسة يصير البيت هدوء الصبح. أمرنا شاطر. نيمو شاطر بطل. نيمو جيس جيس شاطر. إن شاء الله المرحلة الجاية أحاول أحك على رأسه وقريب عيونه وأذانه، إن شاء الله يتعود. شاطر جيس نيمو شاطر. جيس نيمو شاطر. جيس شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.